بني صغار كلها حصن وكلها رجال من شمال المملكة إلى جنوبها. المشيخة عند بني صخر كانت تحكم بالرأي بصاحب الرأي، لم تكن متوارثة أبدا، كانت تنتقل من بيت إلى بيت بسبب الرأي والجمع، جمع الرجال والحنكة والحكمة والرجولة. هذه بني صخر. مشيخات عندنا مش متوارثة، المشيخة عندنا تتبع الرأي والمرجلة والشجاعة والكرامة، وكل بني صخر زعامه.